ديانا بحلقة On Time لليوم. حريق كبير بيخرج عن السيطرة بخراج طرماز الضنية. دولار جمركي وبشخطة قلم بيرتفع من 15,000 لل 45,000 ليرة لبنانية. وسقف سعر الدولار الخيالي ساعة بيطلع ساعة بينزل، فهل بيوصل لعتبة ال 100,000؟ وهل في انذار بالعجز المطلق؟ وكيف فينا نتخطى هالمرحلة الأخطر من الانهيار المالي؟ تسعيرة المواد الغذائية رسمياً على رفوف السوبر ماركت بالدولار. وقفة احتجاجية لنساء وأمهات عند تقاطع إيليا بصيدا رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية. خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة. خطف، سرقات، سلب، اعتداءات ونشل لأمن، لدولة وسلاح متفلت. هل التفلت الأمني باقي ورح نرجع نشوفه عم بيظهر عن جديد؟ منهج تخطاه الزمن المناهج التربوية بلبنان من العام 1997. اللبناني سافيو هيكل بتصدع موسيقاه بأنحاء شوارع باريس. مشاركة السيدة كلودين عون بورشة عمل حول الحوار التفاعلي الإقليمي، حول السياسات الداعمة لتنفيذ الأولويات الإقليمية. 1 آذار اليوم العالمي للدفاع المدني، رسالة شكر وعرفان يا جنود الدفاع المدني البواسي. أما ضيوفنا لليوم بحلقة على الموعد، بالبداية معنا أخصائية علم النفس والمعالجة النفسية كريستال بوستروس تنحكي معها أكثر عن برنامج مناهضة التعذيب مع جمعية عدل ورحمة. بالفقرة الثانية رح يكون معنا المدربة بمؤسسة نيو نيشن هنادي صوايا حول مشروع نفسي. عن التقاليد بين الماضي والحاضر الرسام والفنان أنطوان هاشم. وبآخر فقرة لنا رح يكون معنا رئيس جمعية بيروت الاجتماعية السيد محمد دياب حول نشاطات شهر رمضان. خليكن عم بتتابعوا حلقتنا لليوم من برنامج على الموعد معي أنا وزميلتي داليا مزهر.